نعم مشاهدينا، الآن ندخل إلى المشفى الوطني، المشفى الذي كانت تتحصن به قوات النظام. نحن أول وسيلة إعلامية تدخل الآن إلى داخل المشفى الوطني الذي كانت تتحصن به قوات النظام. بين 200 إلى 250 عنصر من قوات النظام، قام النظام طائرات النظام اليوم باستهداف المشفى بعد فرار العناصر من خارج المبنى واستهدافهم في الحقول المجاورة. كما نرى الآن هذا هو المشفى وهناك دمار هائل، هناك دمار هائل. الآن سوف ندخل إلى الأماكن، إلى الطوابق السفلية التي كانت تتحصن فيها قوات النظام. كما نرى دمار هائل. نعم نعم نعم، هنا كانت تتحصن في الطوابق السفلية دمار هائل في المشفى الوطني. عناصر قوات النظام التي هربت من المشفى ذهبت إلى الحقول المجاورة في منطقة جسر الشغور في الناحية الجنوبية. هناك منطقة مزارع وتلول ومجرى نهر العاصي يحاولون الوصول إلى قرية الكفير التي توجد جنوب قرية الكفير، أول نقطة لقوات النظام وهي نقطة اشتباك مع الثوار. الآن سوف ندخل إلى الطوابق السفلية. السلام عليكم. هنا كانت تتحصن قوات النظام، هنا ظلمة شديدة، هذه صناديق الذخيرة التي كانت مع قوات النظام. ومن هنا كانت قوات النظام تحاول عبر هذا الطابق السفلي محصن جدا. استشهاديتين هنا في المبنى لم تستطع هدم المبنى او التخلص منهم. نعم كانت هنا قوات النظام تحاول حفر نفق لاجل الهروب ولكنهم لم يستطيعوا. نعم المكان مظلم جدا جدا. كان معكم هاشم العبد الله، أورينت نيوز، من داخل المشفى الوطني في مدينة جسر الشغور.